أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المدرسة النموذجية ودرس جديد من دروس الفيزياء وهي الكهربائية الباب الثاني عزيزي الطالب لاحظ الشاشه الان وبتلاحظ العنوان التيار المتردد الباب الثاني تذكر معي التيار الكهربائي هو سيل من الشحنات تتحرك في الاسلاك من نقطه الى اخرى الجهد الكهربائي والطاقه اللازمه لنقل الشحنه من نقطه الى اخرى المقاومه الاوميه هي الممانعه التي تلاقيها الشحنه عند التصادم مع ذرات السلك شاهد الجدول الذي أمامك بتلاحظ معك ثلاثة مفاهيم شدة التيار وبنرمز له بالرمز تاء ووحدته أمبير الجهد الكهربائي والرمز له بالرمز جيم أو قاف ووحدته فولت المقاومة الأومية ورمزها ميم ووحدتها أوم قانون أوم شدة التيار يساوي على الجهد على المقاومة. لديك كذلك تعريفين أخذتهم في ثاني ثانوي. التيار المستمر والتيار المتردد. لاحظ على الشاشة تعريفهم. التيار المستمر هو تيار ثابت الشدة والاتجاه ومصدره البطاريات. التيار المتردد هو تيار غير ثابت الشدة وغير ثابت الاتجاه كذلك ومصدره الدينامو. أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء كما تلاحظوا معكم على السبورة اليوم معنا التيار المتردد وهو الباب الثاني أو نسميه التيار ليش المتناول لاحظوا معي هنا أنواع التيار الكهربائي اللي أخذته بأول ثانوي وأخذته بثاني ثانوي هنا لاحظ معي معكم تيار متردد وتيار مستمر فهذول النوعين من التيار المتردد والتيار المستمر سنحاول قدر الإمكان نعطيكم صواف مواصفات لهذه التيارين ولهذا التيارين من خلال تعريفهم، شده التيار كما تعرف انت هو عباره عن شحنه او سيل من الشحنه تسير في الاسلاك، كيف نحصل على هذه الشحنه؟ وكيف يمكن ان نحدد هذه الشحنه؟ ما علاقه التيار الكهربائي بالمغناطيس؟ لماذا المغناطيس هو احد الاجزاء التي تولد التيار الكهربائي؟ دعونا نعود مره اخرى لثاني ثانوي، المغناطيس ما هو؟ المغناطيس عباره عن قطب شمالي وقطب جنوبي. بينهما خطوط او بمعنى اخر تنتقل خطوط فيض مغناطيسي من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي نسميها خطوط القوه الايش المغناطيسيه كيف نستفيد من هذه الخطوط في تحريك الشحنه في تحريك الشحنه هذه الخطوط الفيض المغناطيسي نسميها الفيض المغناطيسي لاحظ هنا الرمز هذا الرمز اللي هو فاي كنا نقول خطوط الفيض المغناطيسي كامله خطوط الفيض المغناطيسي هذه الخطوط هي المسؤوله عن قوه التجاذب قوه التنافر بالمغناطيس لاحظ معي على السبوره هنا خطوط الفيض المغناطيسي كامله نرمز لها بالرمز فاي زي ما تلاحظ امامك لكن كثافه خطوط الفيض هي عباره عن عدد خطوط الفيض الذي تخترق مساحه متر مربع واحد اذا كثافه خطوط الفيض تعني خطوط فيض مركزه على نقطه بينما الخطوط الفيض المغناطيسي اللي امامك هذه اللي هي فاي كل خطوط الفير. كيف نستفيد من خطوط الفيض هذا؟ هناك عالم اسمه فاراداي وهو عالم انجليزي، احضر مغناطيس، لاحظ معي على شكل حذوة فرس او على شكل حرف ايش؟ يو، خطوط الفيض تبدا من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، ماذا فعل؟ احضر سلك من النحاس السميك، هذا سلك من النحاس السميك وربطه بجلفانومتر لماذا جلفانومتر لانه حساس للتيار الكهربائي، حساس للتيار الكهربائي، الجلفانومتر حساس للتيار الكهربائي. لاحظ معي هذا عبارة عن سلك سميك مغناطيس هذا المغناطيس يحوي خطوط فيض خطوط قوة مغناطيسية ماذا فعل؟ قام بتحريك خطوط الفيض من أسفل إلى أعلى هكذا لاحظ هكذا قطع خطوط الفيض المغناطيسي ماذا لاحظ؟ لاحظ حركة المؤشر حركة المؤشر الجلفانومتر عندما يحرك السلك إلى أسفل يلاحظ المؤشر الجلفانومتر يحميه لما يعيد السلك إلى أعلى يقطع خطوط الفيض باتجاه معاكس يعود إلى اليسار إذا هنا ماذا تولد؟ تولد تيار متردد نسميه تيار متناوب لاحظ الحركة حركة مؤشر الجلفانومتر متى؟ عندما قطع خطوط الفيض المغناطيسي متى توقف المؤشر عن الحركة؟ عندما توقف عن حركة السلك عندما يتوقف عن حركة السلك هذه خطوط أو هذا المغناطيس مثل يدي حركة هكذا يقطع خطوط الفيض تتولد تيار كهربائي توقف السلك عن الحركة لا يتولد تيار كهربائي حركة السلك موازية لخطوط الفيض لن يتولد تيار إيش كهربائي إذا هنا شرط رئيسي يجب أن يقطع خطوط الفيض ماذا فعلت خطوط الفيض خطوط الفيض اخترقت السلك حركة الشحنة هنا الشحنة تتحرك داخل السلك السميك فتولد ماذا تولد تيار كهربائي هنا بقودكم لوضع ثاني، لو تلاحظوا معي آه موضوع الطاقة الشمسية هذا عبارة عن آه نسميه لوح الطاقة الشمسية، عندما تسقط أشعة الشمس، تحرك الشحنة في هذا اللوح، حركة الشحنة هذه هي التيار الكهربائي. إذاً من أين حصلنا على الجهد الكهربائي؟ من طاقة الشمس، حركة الشحنة هذه هي التيار الكهربائي. إذاً التيار الكهربائي هو حركة الشحنة بينما الطاقة التي تحرك الشحنة هي الجهد الكهربائي هنا في المغناطيس من أين حصلنا على الطاقة لتحريك الشحنة؟ من المغناطيس من خطوط القوة المغناطيسية هي الذي حركت الشحنة فحصلنا على تيار كهربائي هنا في الألواح الشمسية من الذي حرك الشحنة داخل الألواح الشمسية؟ قوة الطاقة الشمسية قوة الضوء حركت الشحنة اللي كانت ساكنة ومن ثم حصلنا على تيار كهربائي هنا ما الذي حرك الشحنة؟ خطوط الفيض المغناطيسي خطوط قوة ليش؟ المغناطيس هذا يقودنا لظاهرة سموها العلماء ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي ما هي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي؟ هي تولد تيار كهربي خلاص تولد تيار كهربائي هنا في سلك النحاس السميك متى؟ عندما يقطع خطوط الفيض المغناطيسي إذا هذه ظاهرة سميناها ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، كيف نستفيد من الآن ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي؟ العالم فاردي نفسه الذي أجرى هذه التجربة والذي أجرى هذا النشاط والذي حرك سلك وسط مجال مغناطيسي راح صنع الدينامو، هذا اللي أمامكم الآن الجهاز اسمه الدينامو الدينامو هذا يسموه مولد التيار المتردد اللي هو أساسا الدينامو من الشكل اللي أمامك، لاحظ معي عبارة عن مغناطيس هكذا كبير وسط المغناطيس موجود ملف لاحظوا معي ملف من النحاس المعزول ملفوف على صفائح، صفائح من الحديد معزولة عن بعض. صفائح من الحديد معزولة عن بعض إذا ما هي ملف ملفوف على صفائح من الحديد يتصل طرفي بحلقتين هذه حلقة وهذه حلقة وموجود هنا أقطاب أقطاب فرشاة نسمي ألف وفرشاة باء بتلاحظ إيش عندما يدور هذا الملف لو عملنا عملية دوران لهذا الملف إيش بيحصل الملف هذا بيقطع خطوط الفيض المغناطيسي وسط المغناطيس، ايش بيتولد داخل الملف؟ حركة شحنة كما تولدت هنا. هذه الحركة للشحنة بتتولد وتتوجه اين؟ بتتوجه الى الحلقات، الحلقة الأولى والحلقة الثانية. ومن ثم الفرشتان الملامستان والمتصلتان بيخرج التيار باتجاه الايش؟ باتجاه الدائرة الخارجية. لاحظوا معي؟ بندير هذا الملف. ومن ثم بنحصل على ما نسميه الدينامو. او بال... بال... بالاسم العام بنسميه الماطور او مولد التيار الكهربائي. هذا المولد التيار الكهربائي ما الذي يدير هذا الملف؟ يدير هذا الملف ما نسميه الوقود، الديزل، البترول، لكن في الدول الكبرى هناك شلالات. هناك شلالات تدير هذه الملفات. او رياح، ممكن رياح هنا مروحه. الرياح تدير المروحه، تدير الملف، يقطع خطوط الفيض وسط المغناطيس. يتولد تيار كهربائي نحصل على تيار من, من من الدينامو الان بتقول لي ما هو الدينامو هو جهاز هو جهاز لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية الطاقة الحركية ذي اللي الطاقة نسميها الديناميكية هذا هو تعريف الكتاب لكن إذا قال في الاختبار مثلا صح أم خطأ الدينامو هو جهاز لتحويل الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربائية هل صحيح؟ الإجابة صحيحة الإجابة صحيحة إذا التعريف ممكن يكون هذا تعريف الكتاب زي ما تلاحظوا أمامكم وممكن يقول هو عبارة عن جهاز لتحويل الطاقة المغناطيسية إلى طاقة إيش؟ كهربائية لكن ما هي فكرة عمله؟ ما هي الفكرة التي بني عليها هذا الجهاز؟ فكرة العمل هي الحث الكهرومغناطيسي لاحظوا معي الحث الكهرومغناطيسي هذه الفكرة الذي بني عليها ما الغرض من هذا الجهاز؟ ما الغرض من هذا الدينامو؟ ما الغرض منه؟ الغرض منه هو توليد القوة الدافعة الكهربائية أو التيار الكهربائي المتردد هذا الغرض من هذا الجهاز بتلاحظوا لو لاحظنا معي تركيباته هذه هي عبارة عن صفائح معزولة عن بعض اللي نلف عليها الايش؟ الملف. لماذا نجعلها معزولة عن بعض؟ حتى لا يتولى التيار داخل الايش؟ داخل الصفائح. هذا التيار الدوامي يؤدي الى سخونة ومن ثم يؤدي الى تلف السلك الملفوف. اذا هنا كذلك بتلاحظ معي انه الفرشتين من الكربون، هذا فرشاة وهذه فرشاة، نسميها اقطاب. لماذا من الكربون؟ في أشباه الموصلات بالباب الثالث بتلاحظ أنه أشباه الموصلات كلما زادت الحرارة بسبب الاحتكاك زادت التوصيلية بمعنى آخر الكربون من أشباه الموصلات كلما زادت حرارته كلما قلت مقاومته ولذلك بنقول أن الدينامو الجهاز اللي أمامي الآن هو جهاز مولد التيار الإيش؟ المتردد نشوف بعض الملاحظات على هذا الجهاز والنقاط اللي ممكن نعرفه أو بعض المفاهيم بتلاحظ هذا موجود في الكتاب ما هي هذه المفاهيم مثلا بيقول لك ما هي السرعة الزاوية الذي يدور بها هذا الملف السرعة الزاوية السرعة الزاوية أوميجا oh شوف السرعة الزاوية لو تتذكر بالباب الأول كنت تقول السرعة الزاوية تساوي 2 باي اف ما هو اف هذا؟ اف هذا التردد هو عدد الدورات للملف خلال ثانيه ماذا نقصد بالملف الملف هذا اللي يدور في الدينامو هذا الملف ممكن يدور 100 دوره في الثانيه 200 دوره في الثانيه 300 دوره في الثانيه هذا هو التردد ولذلك عندما يقول التردد هو عدد الدورات للملف خلال ثانيه هذا هو تعريف الكتاب لكن افترضوا بالاختبار قال هو عدد الدورات الذي يدوره الملف خلال دقيقه صحيح ما في اي اشكاليه إذا التردد الذي أمامي عدد الدورات خلال دقيقة، خلال ثانية، خلال ساعة هذا هو تعريفه. كذلك بتلاحظ معي سين، ما هي سين؟ سين مساحة الملف. مساحة الملف. بتقول لي طيب إيش مساحة الملف؟ بقول لك الملف مثلا مربع، بتقول لي إذا سين هي تساوي الطول في العرض. هذه هي مساحة الملف. طيب عدد اللفات الموجودة، عدد اللفات هذه نون. لما اقول لك نون اعرف على طول انه عدد لفات ملف الدينامو وتقول لي كم عدد لفات الدينامو بقول لك قد تكون مئة قد يكون مئة ألف قد يكون مليون لفه بحسب ايش بحسب نوع الدينامو الذي امامك اذا هي السرعه الزاويه هذا قانون لايجاد السرعه الزاويه كذلك لو تتذكر معي السرعه الزاويه كانت هي عباره عن السرعه الخطيه على من على نصف القطر إذا السرعة الزاوية، السرعة الزاوية هي معدل دوران هذا الملف وقطع زوايا، هنا بيقطع زوايا، إذا هنا السرعة الزاوية قطع زوايا ومعك سرعة خطية اللي هي قطع الملف عند دورانه مسافة بالإيش؟ بالأمتار خلال ثانية، طيب ما هي بي؟ بي هذه يسموها كثافة الفيض المغناطيسي، كثافة الفيض المغناطيسي كثافة الفيض المغناطيسي, كثافة الفيض المغناطيسي. وحدة لو تذكري بثاني ثانوي التسلا هذه كثافة الفيض المغناطيسي التسلا طيب إذا تكلمنا عن القوة الدافعة اللي بتتولد في الدينامو ما هي هذه القوة الدافعة؟ القوة الدافعة حساب القوة الدافعة شوف القوة الدافعة الكهربائية من أين؟ من أين نحصل عليها؟ القوة الدافعة لا يمكن تتولد إلا إذا قطعنا خطوط الفيض المغناطيسي إذا توقفنا عن الحركة ولم نقطع خطوط فيض مغناطيسي لن تتولد تيار كهربائي لن يتولد قوة دافعة كهربائية إذا القوة الدافعة الكهربائية اللي بتولد دائما هي ناتجة عن تغير في خطوط الفيض المغناطيسي ولذلك لما أقول القوة الدافعة بقول التغير من خلال الفيض المغناطيسي خلال زمن معين في عدد اللفات قد تكون عدد اللفات مليون لفة كلما زادت عدد اللفات زادت القوة إيش؟ الدافع، هذا هو قانون اسمه قانون فردي. قانون فردي يقول أن التغير في خطوط الفيض المغناطيسي خلال كل لفة بتتولد عندي القوة الدافعة الكهربائية. طيب دعونا نضع قانون لحساب هذه القوة الدافعة. حساب القوة الدافعة من خلال قانون، حساب القوة الدافعة الكهربائية. بنقول عنى اللحظية، بتقول لي ليش اللحظيّة بقول لك اللحظيه لانه في كل لحظه والملف يدور هناك معدل قطع لخطوط الفيض عند كل لحظه في قوه دافعه بتخرج ولذلك القوه الدافعه اللي بتخرج من هناك تكون ايش لحظيه لحظيه على ايش تعتمد لاحظ معي الدينامو اللي امامك الان عباره عن مغناطيس اذا خطوط الفيض هذه هي مسؤوله عن من عن خروج القوه الدافعه بقول لك اذا القوه الدافعه قاف بتعتمد على بي كثافة الفيض المغناطيسي B كثافة الفيض المغناطيسي كلما زادت مساحة الملف كلما اخترقوا أكبر خطوط فيض إذا س كلما زادت السرعة الزاوية اللي يدور بها الملف زادت القوة الدافعة اللي بتخرج إذا يعني هنا أوميجا السرعة الزاوية كلما زادت عدد اللفات هذه كانت مئة ألف لفة مليون لفة زادت القوة الدافعة هذه عدد اللفات نون قالوا كمان جاءت الزاوية. كلما كان الملف في زاويه معينه في وضع معين فان جيب الزاويه يؤثر في القوه الدافعه جاءها هذه هذه العوامل اللي تؤثر على القوه الدافعه الخارجية. عندما يقول السؤال الاختبار ما هي العوامل التي تتوقف عليها القوه الدافعه بتقول له اولا كثافه الفيض وهذه تعبر عن قوة المغناطيس تقول له مساحة الملف مساحة الملف بتقول له السرعة الزاوية وتقول له عدد اللفات وبتقول له قيد الزاوية هذه عوامل تؤدي إلى التغير في خطوط عفوا في القوة الدافعة الخارجية. التيار اللي بيخرج تيار متردد مبني على هذه العوامل، وبتلاحظ معي، بتلاحظ معي من خلال هذا السؤال، وبعتبر هذه نقطة للتوضيح، نقطة أخيرة للتوضيح فقط، بتلاحظ معي لو افترضنا، أعطيناك مثلا هذا المثال، لاحظ معي، لو أعطيناك هذا المثال، قلنا دينامو يتحرك ملفه بسرعة زاوية، لاحظ سرعة زاوية اللي هي 220 راديان كل ثانية هذه السرعة الزاوية وكان طول الملف طول الملف 20 سنتيمتر وعرض الملف 10 سنتيمتر وشدة الفيض المغناطيسي شدة الفيض اللي كثافته 2 من 10 تسلا وعدد اللفات مئة لفة ما هو الطلب؟ بقول لك احسب القوة الدافعة الكهربائية عندما واحد يكون الملف عموديا على خطوط الفيض اثنين يكون الملف قد صنع زاوية ثلاثين مع الملف وثلاثة عندما يكون الملف موازياً لخطوط الفيض. تعال نشوف هنا المسألة التي تبين لنا أهمية هذا القانون. لاحظ معي اول نقطه او اول طلب اشتي مني القوه الدافعه اللي بتخرج من الملف متى قال عندما يكون الملف عموديا عموديا يعني الزاويه دي بتكون 90 ما دام الملف عمودي معنى ذلك ان الزاويه ها هذه 90 ليش الملف عموديا لذلك بقول القوه الدافعه بتساوي بطبق القانون لاحظ معي بي موجود جاهز كثافه الفيض المغناطيسي موجود جاهز كثافه الفيض المغناطيسي مساحه الملف مش موجود لكن موجود طوله موجود عرضه ونحن قلنا هنا بالنسبه للمساحه الطول في العرض السرعه الزاويه موجود جاهز موجوده جاهز 220 راديان عدد اللفات موجوده كذلك تقريبا مئة لفة ما هو المطلوب؟ شوف لاحظ معي ما هو المطلوب المطلوب القوة الدافعة عندما تكون هذه الزاوية 90 لما يكون الملف عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي بنطلع الآن القوة الدافعة اللحظية قوة الدافعة اللحظية بكم؟ كم؟ 2 من عشرة لاحظ معي 2 من عشرة المساحة كم؟ بنضرب الطول في العرض، الطول في العرض 20 وبحوله إلى السنتي إلى المتر، لأنه شوف بالسنتي. في العرض، بحوله كمان لص... للمتر، لاحظ معي العرض 10 والسالب 2، لاحظ معي إذا الطول حولته إلى المتر، العرض حولته إلى المتر، اللي هو مثله مين؟ س المساحة. السرعة الزاوية جاهز 220 راديان كل ثانية. عدد اللفات جاهز شوف عدد اللفات نون جاهز مية قد تسعين كم واحد القوة الدافعة الكهربائية اللحظية معك هنا بتطلع في حدود إذا نحن ممكن نختصر ممكن نختصر وممكن هذا كله نضربه بالآلة ليش نضربه بالآلة الحاسبة بتطلع لي القوة الدافعة اللحظية الناتجة من هذه الضرب في حدود مئة فولت. هذه بتسميها عظمى ليش عظمى لأن الزاوية 90 عمودي أكبر قوة دافعة ممكنة أنت حاول تضرب هذه القيم مع بعض وبيطلع لك نتيجة قد تكون 100 قد تكون أقل منها لكن قوة دافعة عظمى لاحظ معي رقم 2 قال لو كان القوة الملف موازي عفوا الملف يصنع زاوية 30 حدد هنا كيف بتعمل إذا كانت الزاوية ها 30 درجة إيش اللي بتعمله الآن هل بتعيد الموضوع من جديد بي في سين في اوميجا في نون وبتحط هنا 30 افضل شيء لك انك تقول القوه الدافعه بتساوي هذا كله عرف كم قيمته اللي هي هذه اللي يسميها العظمى هذه بتكون العظمى في قس 30 لاحظ معي بدل ما تعيد ثاني مره تضرب هذا مع بعض وتحط هنا زاويه 30 خلاص هذا كله معلوم علم بيكون مية في نص كم بتطلع؟ 50 فولت رقم ثلاثة عندما يكون موازي لخطوط الفيض يعني الملف والخطوط الفيض متوازيين ما لا يقطعش ما بيقطعش يعني الزاوية بينهم بتكون كم؟ صفر في هذه الحالة بتكون القوة الدافعة بتساوي هذه القوة الدافعة العظمى في فيجا صفر بيساوي ايش؟ صفر ماذا نستنتج من هذا الكلام؟ بنلاحظ انه الملف عند كل زاوية بيعطينا قوة دافعة. لما تكون الزاوية 90 عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي لو افترضنا هذه خطوط الفيض والملف قاطع على خطوط الفيض مباشرة عمودياً القوة الدافعة بتكون أكبر ما يمكن بنسميها عظمى. لو كان الملف يصنع زاوية 30 هكذا زاوية 30 هكذا زاوية 30 القوة الدافعة اللي بتخرج 50 فولت. لاحظ معي نص العظمى، لكن إذا كان موازي على خطوط الفيض المغناطيسي هكذا موازي لخطوط الفيض المغناطيسي يعني الزاوية كم؟ الزاوية بتكون صفر، القوة الدافعة اللي بتخرج ايش؟ صفر من هذا الكلام كله نستنتج انه هذا القانون يمثل القوة الدافعة اللحظية الخارجة من دينامو في أي لحظة، في أي لحظة عند الزاوية 90، الزاوية 30، الزاوية 45، زي ما نشتي نحط الزاوية هنا بس بتعطينا القوة الدافعة في أي لحظة. في أي لحظة الملف موضوع عند أي لحظة على خطوط الفيض بيعطينا القوة الدافعة الكهربائية. لو عملنا رسم بسيط وأخير على شكل ال ال التيار اللي بيخرج من الدينامو بتلاحظ معي، لو حطينا هنا الزوايا هنا بنحط الزاوية وهنا بنحط القوة الدافعة. لما تكون الزاوية صفر، لاحظ، حط هنا الزاوية صفر. بيصبح القوه الدافعه صفر لانه اذا كانت الزاويه هنا صفر هذا كله بيروح طيب لو كانت الزاويه 90 هذه 90 هذا كله بيكون عظمى ولذلك بيكون كذا شوفه لاحظ معي هذه عظمى طيب لما يكون الزاويه 180 حط هنا 180 الملف 180 جاء 180 صفر اذا القوه الدافعه بتكون صفر بنلاحظ معي الزاويه 180 طب حط 270 270 جاء 270 بسالب واحد اذا بيطلع هذا كله عظمى سالب لاحظ عظمى سالب اذا الزاويه 270 بتكون هذه عظمى سالب اذا عدنا الى 360 درجه الملف عاد الى وضعه الطبيعي 360 درجه جاء 360 صفر القوه الدافعه بتكون صفر إذا الذي أمامك هذا المنحنى يمثل دورة واحدة للملف. شوف دورة واحدة للملف الربع الأول قيم موجبة والربع الثاني أو النصف الثاني عفوا من الدورة قيم سالبة. إذا أمامك الآن شكل التيار المتردد الذي بيخرج من هذا الدينامو عندما يدور الملف دورة كاملة. هذا التيار يسمى التيار المتردد الجيبي نستخلص من هذا الكلام كله أنه الدينامو اللي أمامي يمثل جهاز توليد التيار الكهربائي المتردد وفي كل لحظة وهو يدور يقطع خطوط الفيض بتخرج قوة دافعة القوة الدافعة اللي بتخرج يمكن حسابه من هذا القانون الذي أمامك تعتمد هذه القوة الدافعة الخارجة اللحظية على كثافة الفيض، مساحة الملف، السرعة الزاوية، عدد اللفات وجيب الزاوية واللي يتحكم خلو بالكم بالقوة الدافعة أكثر هي الزاوية كلما كان الملف عند زاوية معينة كلما كان الملف عند زاوية معينة كلما كانت القوة الدافعة الخارجة مختلفة تبعا لذلك بسألك بقول على ماذا تعتمد القوة الدافعة اللحظية في دينامو بدخل لي على كثافة الفيض على مساحة الملف على السرعة الزاوية على عدد اللفات على جيب الإيش؟ الزاوية اعزائي الطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي وصلنا الى نهاية هذا الدرس لهذا اليوم ونلقاكم مرة اخرى في درس جديد